السوق هذا العام شويه ضعيف بالنسبه لحد الساعه، الامور غدا عاديه جد عاديه، ماشي غير عاديه. الاقبال ما كاينش غير الاقبال اللي ممكن كان كيكون، لكن اولا قبل كل شيء كاين الغلاء، لان الفتره بعدا باش نثيروا الانتباه لهذه المساله. الفتره كانت تقريبا كدير 12 درهم 10 درهم، دابا دايره تقريبا 20 22 درهم على حسب الجوده ديال السلعه، على حسب الجوده ديال القمح. اللي قبل ما كاينش بزاف لاقاش كاين واحد الظاهره دابا ديال الطريق شويه عامره شويه، كاين داك لوموتياج ديال الطريق اللي هذا، لان الناس ما وكاين عاوتاني اماكن اخرى ولات، كاين بعض المحلات اللي ولا كيبيعوا الفطره وهذا، يقدروا الناس يقتنوا منهم داك الشيء. في نفس الوقت غالبيه الناس دابا ولات كتدفع على النقد فلوس عوض انها تاخذ القمح وداك الشيء، ولكن باقي الناس كيجيو، ولكن داك الاقبال اللي كبير وداك الشيء الاقبال اللي كانوا هذا ما بقاش، داك الشيء ضعاف. بالنسبه للقمح اللي كاين دابا تقريبا كتجي العبره، تقريبا العبره بالنسبه للقمح ديال برا، نقول القمح ديال برا شويه منقرض، ما كاينش قليل شويه، يقدر يوصل حتى 150 درهم العبره، 150 ولا وما يزيد. بالنسبه ديال البلاد كاين 130، كاين 140، كاين 120 على حسب الجوده. هادشي معروف انها تقريبا ضعف الثمن ديال القمح. القمح كان تقريبا ب 60 70 75 درهم، كاين ضعف شويه الثمن ديالو. هو تأثير بالنسبه للفطره او ما يتعلق بزكاة الفطر تقريبا راه دوبلات، كانت 10 درهم 12 دابا ولات 20 22، راه مول دوبل. زكاة الفطر تقريبا 20 22 من 20 22 على حسب الجوده ديال القمح. الحرب الاوكرانيه مع روسيا بطبيعه الحال انها اثرت لعقاش، دابا القمح كيجي من اوكرانيا، دابا هو محبوس، كيجي من كندا ولكن الغالبيه كانت كتجي من اوكرانيا، وعرف واحد الارتفاع وغير موجود. شويه ديال البلاد هذا عارف تو واحد الارتفاع، واخا تو الكميه المتوفره غير زعما ما شويه ضعيفه، ما كتعاونش انه يكون حتى ما الفعل ديال ديما كيكون الاقبال، كيكون الغلاء اللي كانت القدره الحاجه المعروضه اكثر من الطلب، كيكون العكس. اذا كان الطلب اكثر من العرض كيكون الغلاء، هذا معروف هذا المساله. بالنسبه للكورونا كان ذاك الاقبال بالنسبه للايامات الاولى، كان ذاك الخوف من انقراض السلع وذاك الشيء، والناس كان ذاك الهلع شويه وذاك الخوف، كان الناس كتاخذ ديك الساعه كاين كيشرو بالخناشي، كاين انا شخصيين عاديين زعما كانوا كيشرو الخناشي وذاك الشيء في الاول، ذاك الشيء بسبب الخوف من انقراض السلعه وهذا وعدم التواجد ديالها وهذا. الحمد لله الامور دازت مزيانه، من بعد كانت الامور ديزا مزيانه، غير مورا كاين هذا الغلاء اللي عرف هذا الغلاء دابا اللي كاين دابا شويه اثر شويه من ناحيه الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا. هنا كاين موجود راه كاين، ولكن كاين الغلاء، كاين القدره الشرائيه اللي كتضعف ضعيفه. بالنسبه للانسان دابا كان كيشري ب 60 70 درهم كما قلنا قبيله، تقريبا ولا كان 140 150 130، شويه امور ضعفت، القدره الشرائيه ضعيفه. والتاثير عاوتاني من كورونا لهنا، التاثير من ناحيه القدره الشرائيه ديال الناس، عاوتاني الحرب ثاني والغلاء، غلاء في جميع الميادين، الغاز والو هذا كلشي تزاد، وبزاف المنتوجات اللي دازت من غير القمح وهذا بزاف منهم الزيت بالدرجه الاولى. والله يرحمنا وصافي، شي نقولوا.